بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نتقدم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان لسيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب قائد الأهلي القوات المسلحة، ولسيد سمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون رئاسة على رعايتهم الكريمة، وأيضا لسيد سمو الشيخ حمدان بن زايد ممثل الحاكم في منطقة الضفرة على دعمهم ورعايتهم للمهرجان. مهرجان من رقي لرقي ومن نمو لنمو ومن جودة لجودة. أنا افتخر في زيارتي الثلاث سنوات الماضية بشكل متواصل، قاعدين نعيش التطور اللي يصير ليس فقط في المهرجان ولكن أيضا في النخلة وفي الرطب والمنتجات اللي الثانوية اللي تطلع من الرطب. مشاركة مميزة أيضا للجهات المحلية ودعمهم للأبحاث والتطوير في المجال. نتكلم على بعض الجهات اللي تشتغل على عملية رفع كفاءة استهلاك المياه في قطاع الزراعي، استخدام بعض التقنيات النظيفة منها الإضافات اللي تضاف إلى التربة، بعض المبادرات الأخرى باستعمال التقنيات لمتابعة بعض الآفات منها سوسة النخل. نفتخر اللي شفناه اليوم من خلال هذا المهرجان هو المنتج الرطبي الإماراتي من المزارع اللي فعلا بدأ يحرص على رفع الجودة لمنتجه والمنافسة فيها مع أخوانه وأخوات المزارعين في هذا التجمع اللي احنا نشوفه تجمع في جدولنا السنوي، ان نشوف وين وصلنا وشو هي وين وصلنا في جودة الرطب. نفتخر احنا بدولة الإمارات ان تمورنا تصل لأكثر من 45 دولة حول العالم. شركتنا الرايدة الفوعة، شركاتنا الثانية المصانع اللي موجودة معنا في الدولة، استقطابهم للمنتجات المحلية وحرصهم أيضا على أن تكون ذات جودة وبدو خالية من الكيماويات والمبيدات. أدعو في الجميع المزارعين مواصلة عملهم لتحسين الجودة ومواصلة الجودة، لأن هي هذا من نافس فيها. أدعي العوائل والزوار أنهم يحضرون المهرجان يشوفون وين وصلنا، وبنفس الوقت يستفيدون من التجارب الموجودة لنقلها أيضا لبيوتنا. أكيد كنا معظمنا عندهم مزارع ونخلة في البيت. هذا العام عام مميز لنا، عام زايد الخير، زايد شو ما تكلمنا عنه ما نوفى حقه، خاصة إذا تكلم على دوره في فعلا إعطاء هذه الشجرة الطيبة المباركة حقها في دولة الإمارات وفي المنطقة بشكل عام. دولة الإمارات تحولت خلال الفترة الماضية اللي عشناها في مرحلة شيخ زايد في نمو وتحول من صحراء إلى واحة خضراء بفضل الله طبعا وجهوده وزرعته لهذه الشجرة المباركة. إن شاء الله ومتأكدين أن نحن كأجيال المستقبل مواصلين على نفس النهج. توجيهات قيادتنا واضحة، ولكن أدعو أحث الجميع أن هذه الشجرة يجب المحافظة عليها، وإحنا ما في شك أن الجمهور وجميع المقيم على هذه الأرض الطيبة بيواصلون العمل في هذا النهج إن شاء الله. مشاركات اليوم لفئة أبو معان وفئة الخنيزي. عدد المشاركات بالنسبة لأبو معان 33 مشاركة، وعدد المشاركات في الخنيزي 35 مشاركة. الحمد لله رب العالمين. مثل ما احنا نشوف اليوم أيضا، بس مو قضية المشاركات، أيضا الموضوع اللي هي الأنواع اللي وردت لنا اليوم، يعني حقيقة أنواع مميزة خاصة بالنسبة لصنف البومعان، يعني من حيث الحجم، من حيث النوعية، من حيث الشكل. طبعا صراحة يعني تنافس شديد جدا على هذه الأنواع. طبعا الأصناف هذه، يعني صنف الخنيزي يعتبر من الأصناف القديمة في دولة الإمارات، وكثير من المزارعين صراحة يعني يزرعونه، وأيضا شركة الفوعة تركز عليه تركيز كبير، يعني كصنف الآن يعتبر تسويقيا ممتاز جدا. فإحنا حقيقة يعني مهرجان ليو الرطب دائما نقول لأنه بدأ يطور بهاي الأصناف وبدأ يحسن في هذه الأصناف.
فالحمد لله رب العالمين. الآن أصبح المزارع هو يتنافس حول هذه الأصناف، يتنافس حول الجودة، يعني دائما هي الجودة هي المعيار، يعني معيار الجودة بالنسبة لنا جدا مهم. احنا كلجنة تحكيم حقيقة يعني فيها ناس ذو خبرة في مجال التحكيم وفي مجال النخيل بشكل كبير يعني، واحنا طبعا عندنا معايير ونقاط نركز عليها دائما في موضوع اللي هو التحكيم. من ضمن الأشياء اللي احنا نركز عليها حقيقة في جانب التحكيم هو المشاركة اللي هي تقييم العينات نفسها وتقييم المزرعة. تقييم العينات طبعا احنا عندنا تقريبا 5 نقاط او معايير جدا مهمة، من ضمن المعايير هذه اللي هي النظافة، طبعا نظافة المنتج او نظافة العينة اللي يقدمها المشارك في هاي المسابقة، ايضا موضوع اللي هو تجانس العينات، ايضا موضوع الحجم، ايضا موضوع الوزن. طبعا موضوع الوزن والحجم دائما يعني يتفاوت، إذا كان الحجم كبير معناته يكون الوزن يكون أكثر في الميزان. فطبعا هاي معايير احنا دائما ندقق عليها ونرصد لها 70 درجة في هذه، عندنا 30 درجة اللي هو تقييم المزرعة. فتقييم المزرعة طبعا بعد تدخل فيه عدة نقاط أو عدة معايير طبعا، وهناك من 30 درجة دائما نظافة المزرعة، احنا دائما نركز على نظافة المزرعة من حيث خلو المزرعة من المخلفات، نظافة الشوارع، الأسوار، ايضا نركز على جانب اللي هو المكافحة، واحنا طبعا تهمنا موضوع اللي هو سوسة النخيل الحمراء والآفات الحشرية الثانية اللي تصيب أشجار النخيل من خلال طبعا مصايد الفورمونية وايضا من خلال المصايد الضوئية ومن خلال مدى معالجة المزارع للمشاكل، وهي أيضا نرصد لها جوائز. إضافة إلى موضوع الري، جانب الري طبعا جانب مهم جدا، فإحنا طبعا فترات الري أيضا نرصد المزارع يعني كم يروي خلال فترة الموسم، وهذا جانب أيضا إحنا عليه درجة. إضافة إلى موضوع أنظمة الري، يعني هل المزارع هذا يروي بالري اللي هو التقليدي او انه يستخدم تقانات حديثه في الري مثل الري بالتنقيط او الري بالنافوره او بالببلر، طبعا هذا جانب مهم جدا اساس نقتصد او في استهلاك المياه، وهذا جانب جدا في هاي المساله. اضافه الى موضوع ايضا الخدمات الاخرى للنخيل، تكريب مثلا، هل المزارع يكرب النخله، وجانب التكريب ايضا له درجة ومهم في مسألة التقييم. جهاز مضاد الرقابة الغذائية أحد الدوائر الحكومية المعنية بتنفيذ أحد الأهداف الاستراتيجية لخطة الإمارة، إمارة أبوظبي، ألا وهو الهدف الاستراتيجي أمن غذائي وقطاع زراعي مستدام. الجهاز طبعا أحد المؤسسات التي ساهمت في تأسيس هذا المهرجان من منتصف 2000، وطبعا بحكم أن الجهاز هو المؤسسة الحكومية المعنية بقطاع الزراعة بشقها النباتي والحيواني. ومشاركات الجهاز طبعا متعددة، تكمن في المشاركة بالمحكمين الفنيين وكذلك بفحص العينات والكثير من المساهمات. طبعا الجهاز طبعا مؤسسة معنية بقطاع الزراعة وبتطوير قطاع الزراعة وبالجانب التشريعي والرقابي في قطاع الزراعة سواء كان النباتي أو الحيواني، ولله الحمد لدينا قطاع للشؤون الزراعية معني بالجانب الزراعي، ولدينا قطاع الثروة الحيوانية، ولدينا قطاع الرقابة، ولدينا قطاع أيضا للبحوث والتطوير، ومثل ما أنتم شايفين في الستاند عندنا لدينا بعض المنتجات من محطات البحوث التابعة للجهاز. الجهاز طبعا يعمل بشكل دؤوب على تطوير القطاع الزراعي وعلى استدامة القطاع والمحافظة على موارده،
وطبعا نحن في نهج والدنا رحمة الله عليه الشيخ زايد الذي أسس هذه النهضة الزراعية في الإمارة. إمارة أبوظبي لم تكن إمارة زراعية في مطلع الستينات، ولا بل كانت معظم مناطقها شبه صحراء، ولكن الآن ولله الحمد نرى الأحزمة ونرى المزارع ونرى الزراعة التجميلية تنتشر في ربوع الوطن. فرحمة الله على زايد، ونسأل الله التوفيق لقيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.